تخزين الملوخية من أسهل الطرق اللي ممكن نعملها. النهاردة هقولك على مكونين هيخلوا الملوخية معاكي خضرة لحد آخر كيس محافظة عليها في الفريزر. هتجيبي أي كمية أنت عايزاها، هتغسليها كويس جدا وتصفيها لحد ما تنشف من المية. بعد كده في حلة بقى بتغلي على النار هنحط معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة كربوناتو. هنا الكربوناتو بيحافظ لي على لون الملوخية ويحافظ على لونها الأخضر، والسكر بيخليها برضو تحافظ على لونها وما تغيرش. هجيب بقى كمية الملوخية بتاعتي واحطها في المية، ويدوب كده أول ما بنزلها في المية بصوا لونها بيتغير تماما، بيتحول من الأخضر كده للأخضر الغامق اللي هو اللون الزرعي كده، شايفين؟ خطوة خطوة كده بسيطة وهتلاقي الدنيا سهلة جدا ومفيهاش أي مشكلة. بعد كده أول ما بتوصل بقى للمرحلة دي بروح مصفياها على طول في بولة بقى مجهزة فيها قوالب من التلج مع مية. ليه بعمل كده؟ عشان أوقف مرحلة التسوية في الملوخية، ما تقعدش بقى تفضل سخنة أكتر وأكتر وتسود مني وتبقى وحشة. لا، المرحلة دي هتخلي الملوخية تحافظ على لونها وما تغيرش خالص. بعد ما اطلعها في البولة اللي فيها التلج بقى اروح مصفياها خالص في بولة تانية ما فيهاش اي حاجة. شايفين؟ بعد كده بقى في الخلاط بتاعي هجيب الملوخية واضربها كده بقى لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، مش عايزين انعمها قوي ولا نخففها قوي. شايفين لونها اخضر ازاي؟ جميلة جدا، ولونها كده اخضر جميل قوي. هنبتدي بقى نجيب بقى الكياس بتاعتنا اللي هنحافظ بقى على الملوخية بتاعتنا فيها وهنعبيها. هفضي بقى الكمية اللي انا عايزاها حبة بحبة. كل كيس حوالي نص كيلو مثلا، شايفين؟ انت بقى هتقسمي الكمية حسب الطبخة بتاعتك وحسب احتياجك. انا هنا عملتهم هم على 3 كيس، تنزل معايا في منتهى السهولة. عايزة اقولك بمجرد ما بنطلع الكيس ونحضر الشوربة بتاعتنا ونحطها بتعتبر كأني لسه خرطوها دلوقتي حالا، خضرة جميلة ومفيهاش اي حاجة. انا طبعا عملت كمية اكبر بس حبيت اوريكم بقى هي طريقتها بتتعمل ازاي. وبكده خلصت الطريقة، جربوها وقولوا رأيكم في التعليقات.